عدد العاملين تجاوز 180,000. علشان كده بنقول في مواقع مختلفة وفي مستويات وظيفية مختلفة، منهم من هو رئيس شركة، رئيس منطقة، وكيل وزارة، وكيل أول، أيا كان، بما في ذلك المستويات الوظيفية الأدنى. فبالفعل تم اتخاذ إجراءات معهم تماما، وهناك تنسيق تام، ويتم إحاطة الجهة الأمنية التي قدمت التقرير بأنه بالفعل تم التنفيذ. أنا مبسوطة حضرتك بتقولي بما فيها المستوى الأدنى، لأن ده كان سؤالي، لأن احنا خايفين من صغار الموظفين، ممكن هم دول اللي يعني يبقى عندهم المعلومة، عارفين محطات الضغط العالي فين، عارف يضرب فين فيأثر، فده برضو إزاي تم حسابها؟ ده احنا مش كده وبس، احنا الحقيقة اشتغلنا على عدة محاور استاذ لبنى، من ضمنها بالفعل هو الجانب الخاص بعمليات التخريب للمنشآت الكهربائية، والدليل على هذا هو ما تضمنه ايضا قانون الكهرباء الجديد فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على المخربين في المنشآت الكهربائية. على كل الاحوال بنأكد تاني ان هناك تنسيق تام مع الجهات الامنية بهذا الخصوص، والعملية مستمرة ولم تتوقف، وكل من يثبت إدانته أو تورطه أو الشبهة حوله بيتم اتخاذ إجراء بشأنه فورا. في تقدير يعني للأعداد القادمة، يعني المرحلة اللي جاية هيتم استبعاد قد إيه؟ يعني حتى الحاجة مبدئية في الشهور القليلة الماضية بنقول إن احنا يمكن تجاوزنا 1,000، لكن بقول لحضرتك الرقم قابل للزيادة، ليس لدي أرقام لأن الأرقام ليست عندي سلفا، ولكن ما يأتي إلينا تباعا نتخذ إجراء بصدد التقارير الأمنية. شكرا يا دكتور محمد، ومتحدث باسم وزارة الكهرباء، شكرا جزيلا.